السلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوجبه اللي فريمون كتجي زوينه بزاف بزاف وسهله. وهاد الوجبه تقدروا ديروها بالغداء ولا العشاء وزوينه بزاف، وتقدروا تسميوها طورطيه بالبطاطس. كتجي زوينه وسهله يا البنات، وملي كتوحلوا بحال هكا ما كتلقاو ما تطيبوا، تقدروا تطيبوا هادي. وبالمقادير راه كيكونوا عندنا موجودين في الدار البنات، وكتجي لذيذه وسهله كيما كتشوفوا معايا. هانتوما كتجي بحال هكا البنات، وما نعاودش لكم، جات لذيذه بزاف بزاف. خليكم معايا تشوفوا الطريقه وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه. كيما كتشوفوا هنا البنات في المقادير، غادي نحتاجوا البطاطا، وغادي نحتاجوا البصله، وغادي نحتاجوا الصدر ديال الدجاج والزيت والبيض. كيما كتشوفوا هنا بديت البطاطا كنقشرو، وانتم على حسب الكميه شحال ما بغيتوا تصايبوا تصايبوه. ها انتم وخليكم معايا تشوفوا الطريقه. كما كتشوفوا معايا دابا البنات، ها هما المقادير ديالنا وجدتهم. عندي هنايا بطاطا اللي شفتو قطعتو، وعندي هنايا الصدر ديال الدجاج حتى هو قطعتو، عندي هنايا هاد الزيت، وعندي هنايا البصله حتى هي كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا ندير في المقادير ديالنا. غادي ناخذ المقله ديالنا وغادي ندير المقادير ديالنا وغادي نشحرهم مزيان. خليكم معايا. وكيما كتشوفوا البنات، دابا كنشحر في البصله ديالنا. دابا غادي نزيد الملح والكمون، من بعد ما تشحرات البصله ديالنا مزيان دابا غادي نزيد الصدر ديال الدجاج، ومن بعد غادي نزيد القزبور. كما كتشوفوا البنات، المقادير ديالنا كيتشحروا مزيان مع بعضياتهم. دابا زدت غير شويه ديال التحميره وكنخلط المقادير ديالنا هكا البنات. كما كتشوفوا البنات، ها هما المقادير ديالنا صافي تشحروا. هنا البنات درت البطاطا ديالنا في الماء باش يطيب لينا، وكما كتشوفوا دابا غادي نبدا نخلط في المقادير ديالنا. هنا هزيت البيض اللي غادي نحتاج، وهنا عندي الملحه كما كتشوفوا. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. دابا غادي نبدا نخلط في الطورطيه ديالنا.
كيما شفتوا دابا من بعد ما خلطت الطورطيه ديالنا، دابا هزيت المقله درتها فوق العافيه ودرت فيها شويه ديال الزبده كيما كتشوفوا. دابا غادي ندير الطورطيه ديالنا. وصافي البنات، كنخلي دابا الطورطيه ديالنا طيب لينا من التحت كيما كتشوفوا. دابا حيت الطورطيه ديالنا باش نعاود نقلبها، ودابا كنعاود ندهن المقله ديالنا بالزبده. وصافي كنحط دابا الطورطيه ديالنا من جهه اخرى اللي ما طايباش، وصافي دابا كنخليوها طيب على خاطرها كيما كتشوفوا معايا. وكما كتشوفوا البنات هي الطورطيه ديالنا وجدات، وهنا حطيت عليها هذا الفخوماج هذا. كما كتشوفوا الطورطيه ديالنا طلعت زوينه بزاف ولذيذه، والطريقه سهله وبسيطه، وبالمكونات حتى هما راه ساهلين، ودغيا كتوجدوها البنات كما كتشوفوا. توجدوها بالغداء ولا العشاء نتوما على حساب، وكتجي زوينه بزاف ولذيذه يا البنات. وما تنساوش تخليو لي راكم في التعليق وشي جيم من لا فيديو، شي اشتراك في القناه، وتبارطاجيو فيديو. الناس اللي دخلوا جداد ما تنساوش ديروا لي شي جيم وشي اشتراك في القناه وتبارطاجيو فيديو. بالسلامه عليكم.